إسقاط آخر حاجز الحاجز رقم 12 إضافة 4 ثواني للزمن ليصبح زمن جولة الفارس عوض القحطاني والبريمير 74 ثانية و99 جزء من الثانية. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 17 فارس محمد سعيد حيدان وكارل جوهان. So the last fence was down. 4 seconds was added to the time. The final time for عوض القحطاني and Libremir is 74.99. In the arena now, riding Carlo Johan, Mohamed Saeed Haidan. إسقاط حاجز واحد الحاجز رقم 5A إذا إضافة 4 ثواني للزمن يصبح زمن الجولة 75 ثانية و 48 جزء من الثانية للفارس محمد حيدان وكارل جوهان. So 5A was down, 4 seconds were added to the time. The final time for the round was 75.48 for محمد حيدان and كارل جوهان. تبقى لدينا متسابق واحد في هذه المسابقة ولا زالت الصدارة مع الفارس مبارك للرميحي بأفضل زمن 68 ثانية 79 جزء من الثانية في هذه المباراة الثانية في بطولة سيف سمو الأمير المفدى لقفز الحواجز في يومها الأول والتي انطلقت فعالياتها اليوم في تمام الساعة 3:30. So ladies and gentlemen, we have only one rider to go in this class. This is the class number 2 or competition number 2. And he's now in the arena. In the arena now, last rider to go in this class, Ali Yusuf Rumehi. And he's riding Cosmos. في أرض الميدان الآن آخر مشاركين في القائمة رقم 18, الفارس علي يوسف رميحي والجواد Cosmos.
إسقاط الحاجز رقم 10 إذا إضافة 4 ثواني لزمن الجولة ليصبح 32 ثانية و20 جزء من الثانية لآخر المشاركين في هذه الفئة الفارس علي الرميحي وكوزموس. So defense number 10 was down. 4 seconds were added to the time. The final time for the round is 92.20 for the last rider in this competition, علي الرميحي and كوزموس. إذن بهذا نكون انتهينا من هذه المباراة ونلتقي إن شاء الله في يوم الغد في المباراة النهائية التي يتنافس فيها الفرسان على سيف سمو الأمير المفدى الغالي في هذه البطولة لقفز الحواجز لعام 2012. تمنياتنا لكم بقضاء ليلة سعيدة ونلقاكم في يوم غد إن شاء الله. So this is the end for competition number 2 and we'll be seeing you إن شاء الله tomorrow. سيجرى السحب على جوائز مقدمة للجمهور الآن. سيجرى السحب الآن على جوائز مقدمة للجمهور.
طيب واحد. اوكي تمام. يلا 1 مينيت لحظة. اعطوني فكرة عن الموضوع. أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم في الاتحاد القطري للفروسية. سيتم السحب الآن على الجوائز العينة، وهي عبارة عن 10 عدد تلفزيون. ما في صوت؟ طيب أوكي الصوت. عدد 3 آيباد، عدد 5 لابتوب، عدد 5 كاميرات فيديو زائد شنطة، عدد 10 موبايل سامسونج، عدد 5 كاميرا عادية ديجيتال. نتمنى لكم حظ أوفر. أوكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الاتحاد القطري للفروسية. سيتم السحب الآن على الجوائز العينية المقدمة من الاتحاد القطري للفروسية، وهي عبارة عدد 10 تلفزيون، عدد 10 آيباد، عدد 5 لابتوب، عدد 5 كاميرا فيديو زائد شنطة، عدد 10 موبايل سامسونج، عدد 5 كاميرا عادية ديجيتال. بنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ومنبلش السحب. هلأ الكرت الصغير مو محسوب ما؟ كوبون نمبر 01277 01277 بودرال. لا بدر الاسلام قاقل بودر الاسلام. بودرة الإسلام كوبون نمبر 01277. طبعا في عنا ظروف وهو رح يسحب أي ظرف وشو بيطلع له هو وحظه. الكوبون صحيح، هلا رح يختار الجائزة من خلال سحب احدى الظروف الموجودة. طبعا اكيد بدنا نذكر بكرة في سحب على الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن سيارة نيسان سوني مقدمة من الاتحاد القطري للفروسية. سوني، اوكي. سوني. الجائزة هي عبارة عن كاميرا فيديو. مبروك، كونجراتليشن. الجائزة عبارة عن كاميرا فيديو. أحمد. أخذتها؟ ايه مشان نشوف. اوكي. ايه الحين بس تاخذ الجائزة عبارة عن كاميرا فيديو، كمان من لك ألف مبروك، مقدمة من الاتحاد القطري للفروسية. رح يتم السحب هلأ على الجائزة الثالثة.
الجائزة الثالثة رح تروح من نصيب. كاتو خان. كاتو خان. Last call. जीरो जीरो फोर वन जीरो इसमें एक ओपन निकालो खोलो खोलो दो है दो नहीं ये ओके الجائزة عبارة عن كمان كاميرا فيديو من له ألف مبروك. بدنا نرجع نذكر إنه بكرة في سحب على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة نيسان موديل 2012 مقدمة من الاتحاد القطري للفروسية. نتمنى للجميع التوفيق. نتمنى نشوفكم كلياتكم بكرة. محمد علي عبد الرحمن. محمد علي عبد الرحمن. تبل 00351 محمد علي عبد الرحمن 00351 هات لهم الكوبون نمبر كاميرا عليك بنقول له لجلال مبروك وربح معنا لابتوب هو الكسبة فكرتك انت الكسبة انا راج المرة جاء علي أنا كوبون نمبر 01679 تعال خذ تعال شيل
على راحتك على راحتك. يلا يلا لحظة لحظة لحظة. يا من محي الدين نديم. يا من محي الدين نديم. يا من عاد يلا بس الاي دي معي كوبون ثاني مو معي. لا لازم الكوبون. كوبون ثاني حاطته. حاطه كلهم؟ اول مرة. كيف معلومة؟ خلاص نصيب. تحجب الجائزة. يلا صالح سعيد حامد. صالح سعيد حامد. كوبون نمبر iPad 2. الايباد هناك. اوكي تبعنا هذا. اوكي فاروق محمد المهدي. فاروق محمد. فاروق ما ادري السودان. فاروق صلاح فاروق اوكي. جائزه رقم 7 عمر. سبحان الله نبارك لك عمر. جائزة رقم 7 عبارة بطل جيبه. جيب تي في ال سي دي. مبروك تي في ال سي دي. مبروك ال جي. جائزة رقم 8 راح تروح لصاحب. تعال فوز تعال. كوبون نمبر مش واضح من المرة. 015 76 كوبون نمبر 01576. طبعا بدنا نذكر اكيد انه كمان في بكره في جوائز عينيه نفس هاي الجوائز بالاضافه للسياره موديل 2012. بسرعه بسرعه. ما في مشكله بس ما في
ويجا ويما ويما ويجا ويجا جايزة رقم 8 هي كله رقم 80 مطولين جائزة رقم 8 كوبون نمبر اوكي سورينات باسن سورينات باسن 00167 سوريندرا باسن كاميرا في كاميرا شوف الجائزة هي عبارة عن كاميرا فيديو. هذا كوبون جيبني هذا كوبون واش واش نفس الكوبون وين أول شيء أول هو الروبن كوبون يعطي هذا خلاص إيه خلاص جائزة رقم 9 كاميرا 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 ديجيتال عادية جائزة رقم 10 عبد العزيز صالح علي إيمان عبد العزيز صالح تفضل تفضل موتي سينك موتي سينك 01175 01175 موتي سينك سجل موتي سينك 01175 الجائزة عبارة عن موبايل مبروك مين هلا؟ جهام الدين مبروك كوبون نمبر 01411 يلا يا جهيم جائزتك وهي عبارة كاميرا ديجيتال عادية كمان كاميرا هو مصور وربح كاميرا بيستاهل خالد يوسف آدم خالد يوسف جائزة رقم 13 خالد يوسف خالد موجود
ريل ركض. هذا شنو شيء جلوه وما أتي كلام. شنو هذا؟ ها؟